سيادة الفريق في نشرة أخبار الثامنة من زاغروس، سيادة الفريق الوصول إلى منفذي هجوم أربيل يطرح التساؤل الأكبر، متى سيتم الوصول إلى منفذي هجمات المنطقة الخضراء؟ نعم. نعم، بالنسبة لموضوع منفذي الهجوم على مطار أربيل ومقار الحلفاء وأيضا داخل المدينة، شكلت لجنة من قبل وزارة الداخلية وهي المسؤولة الرئيسية عن التحقيق في هذا الموضوع بالتعاون مع بعض من مستشارية التحالف الدولي في أربيل، وأيضا هناك لجنة شكلها السيد الكاظمي في بغداد لتتعاون مع اللجنة في الإقليم للوصول إلى الحقائق، لأن الموضوع هو موضوع يعني عمل إرهابي داخل المدينة، لذا فإن قوات البيشمركة لا تتدخل في هذه المواضيع، وإنما عملها هو ضخ المعلومات الاستخبارية عن طريق مديرية الاستخبارات العسكرية للبيشمركة لهذه اللجنة، ولكن التحقيقات كما قلت هي عائدة إلى وزارة الداخلية وإلى اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الداخلية حكومة إقليم كردستان العراق. نعم سيادة الفريق، يعني طرح هذا السؤال على جنابك على اعتبار أن العراق يعاني هذا الأمر بشكل كبير، وما يحدث أو ما حدث في أربيل كان يعني مخطط له من محافظة الموصل باتجاه أربيل، وهذا يمر بالتأكيد بقطاعاتكم العسكرية وكذلك الاستخبارات هناك، يعني بالتأكيد كانت هناك لجان وتنسيق مع الحكومة الاتحادية. نريد أيضا أن نعرف من خلالك ومن خلال السؤال الذي طرح عليك قبل قليل، يعني كيف يمكن أن يكون أو تكون جميع المناطق العراقية في مأمن من هكذا هجمات؟ كما تعلم أن أولا هناك إرهابي داعش لحد الآن هم لديهم أماكن ولديهم عمليات إرهابية ضد القوات الاتحادية، وأيضا حتى في بعض الحالات ضد قوات البيشمركة في مناطق عديدة، يعني خاصة في مناطق ديالة. اليوم كانت هناك عملية لداعش وللقوات الاتحادية في هذه المنطقة، أيضا هناك في بعض الحالات عمليات لهم في غرب كركوك، جنوب كركوك، مناطق الطوس خرمات ومناطق قرتشوخ، وحتى في داخل بغداد في قبل فترة كانت هناك عملية انتحارية في ساحة الطيران. وأيضا وأيضا إلى جانب ذلك كما تعلم أن هناك بعض المجموعات المسلحة الغير منضبطة والتي هي تقوم أيضا في بعض الحالات بقصف مقر التحالف أو بقصف السفارة الأمريكية أو بعض المواقع الأمريكية، ولحد الآن لم تتمكن الحكومة الاتحادية من ضبط هذه المجموعات المسلحة، والسيد رئيس الوزراء العراقي هو قائد العام للقوات المسلحة ويعاني من هذه المشكلة، واليوم كان له بيانا حول موضوع قصف قاعدة عين الأسد، يعني هذه هي المشكلة. نعم سيادة الفريق، إلى ماذا تعزو تكرار الهجمات على القواعد العسكرية في العراق؟ يعني كما قلت، يعني أولا هناك بعض المجموعات المسلحة التي لحد الساعة نعم لم تنضوي بالكامل تحت قيادة القوات المسلحة العراقية ولا تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية. موضوع المشاكل الموجودة بين الكتل السياسية، مشكلة بعض المجموعات السياسية والتي هي لديها مجموعات مسلحة والتي هي تطالب بخروج القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق بصورة عامة، يعني وبالخلط مع وجود الإرهاب أيضا في العراق، هذه هي التي تؤدي إلى تكرار مثل هذه العمليات لقصف السفارات أو السفارة الأمريكية أو مواقع التحالف الدولي. نعم سيادة الفريق، ماذا يجب على الحكومة أن تفعل عدم تكرار هذه الهجمات؟ من جانب الحكومة الاتحادية يجب أن تعمل على ضبط المجموعات المسلحة بصورة عامة، وأن تنضوي كل هذه المجموعات المسلحة التي هي بعضها خارج
القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، وحتى كما تعلمين أن السيد السيستاني هو الذي أيضا دعا قبل أيام إلى أن تنضوي كل المجموعات المسلحة إلى تحت قيادة القيادة المسلحة العراقية، هذا أولا. ثانيا ضبط انتشار السلاح، يعني المشكلة الكبرى في العراق لحد الآن بأن السلاح منتشر بصورة كبيرة في العراق، يعني ليس السلاح الخفيف وإنما حتى الأسلحة الثقيلة الرشاشة، وفي بعض الأحيان حتى القاذفات يعني موجودة لدى حتى الأهالي في المدن والقرى الموجودة. يجب أن يكون حصر السلاح بيد الدولة، وكما قلت أيضا بأن تكون كل المجموعات المسلحة في العراق تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، هذا من جانب. من الجانب الآخر يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك ما بين القوات العراقية وأيضا قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم، يعني خاصة في المناطق التابعة للمادة 140 التي تتنامى فيها مجموعات الإرهابية لداعش في هذه المناطق، وهناك عمليات يومية إرهابية لهذه المجموعات في هذه المناطق. وما عدا هؤلاء يعني حتى تتمكن حتى هذه المجموعات الغير منضوية أن تستعمل هذه الفراغات الموجودة ما بين انتشار القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وعدم وجود تنسيق وتعاون عسكري على الأرض من ناحية العمليات، وأيضا حتى من ناحية كيفية إدارة الملف الأمني في هذه المناطق، وأيضا تبادل المعلومات الاستخبارية ما بين الإقليم وما بين الحكومة الاتحادية. هذا الموضوع إن تم في العراق بصورة عامة كما قلت ومع الإقليم سوف يؤدي بالتالي إلى ضبط الوضع الأمني في كل المناطق. نعم. سيادة الفريق، يعني وزير الخارجية الفرنسي صرح اليوم أمام مجلس الشؤون الخارجية أن داعش بدأ يظهر في مناطق من العراق، وطالب الرئيس الأمريكي ببذل مزيد من الجهود لمحاربة داعش في العراق. يعني سؤال من وجهين، الأول هناك اعتراض على تواجد قوات التحالف في العراق، وقوات التحالف تقول نحن موجودون بعلم وبأمر من الحكومة العراقية، أود أن أسمع رأيك في هذا التناقض. داعش لم ليظهر مرة أخرى، داعش أنه موجود لم ينتهي أبدا، يعني نعم. لم يكن ينتهي حتى في نهاية عام 2017 عندما تحررت مدينة الموصل، وأيضا تحررت بعض المناطق من كركوك، خاصة في غرب كركوك الحويجة والرياض والعباس وغيرها. نعم. وبعد إصدار البيان من السيد العبادي في حينها بأنه قضى على داعش بالكامل، نحن في ذلك الوقت قلنا بأن داعش لم ينتهي كمنظمة إرهابية دولية. لا. وبالفعل من بعد أشهر من ذلك بدأت العمليات الإرهابية لداعش. داعش فقد الأرض الذي كان يسيطر عليها، فقد الإمارة التي كان يسميها بالإمارة الإسلامية، ولكن كمنظمة إرهابية داعش لحد الآن هي منظمة إرهابية فكرية. نعم. واسعة الانتشار يعني حتى في مجال الإعلام يعني، وأيضا السوشيال ميديا، وأيضا هي منظمة إرهابية عسكرية من الناحية العسكرية لأنها لها عمليات عسكرية في العراق، في سوريا، في اليمن، في أفغانستان، في مصر، في كثير من الدول الأوروبية. لذا وهنا وخاصة في العراق هناك أدلة واضحة، لأنه في عام 2018 كانت هناك 456 عملية إرهابية لداعش فقط في المناطق التابعة للمادة 140 في ديالة وفي الطوس خرمات وفي كركوك وفي قرشوغ وفي مناطق ساحل نينوى. وفي عام 2019 كان هناك 270 عملية إرهابية، في عام 2020 230 عملية إرهابية، في فقط في الشهر الأول من هذه السنة حوالي 15 عملية إرهابية، يوميا هناك عمليات إرهابية لداعش. لذا يعني داعش لحد الآن هي خطر على الوضع الأمني بالعراق وعلى المنطقة الشرق الأوسط وعلى العالم. لذا يجب أن يكون هناك تكاتف دولي للقضاء على داعش، وأن وجود قوات تحالف في العراق مهم جدا لمساندة القوات الاتحادية وأيضا قوات البيشمركة للقضاء على داعش بالكامل. ولأن القوات الاتحادية بصورة عامة وقوات البيشمركة تحتاج إلى استشارة، تحتاج إلى دعم
في مجال التدريب تحتاج إلى دعم جوي، تحتاج إلى دعم من مجال المعلومات الاستخبارية، لأنه هناك نقص في كثير من هذه المجالات. لذا فإن قوات التحالف الدولي هي مهمة وجودها في العراق، وكما نعلم أن في المدة الأخيرة حتى منظمة الحلف الأطلسي الناتو لديها اتفاقية مع العراق، ولديها خطط لجلب حوالي 4000 إلى 5000 من قواتها إلى العراق لمساندة القوات العراقية بصورة عامة. وهذه كلها حسب اتفاقيات رسمية ما بين هذه الدول وما بين الحكومة الاتحادية العراقية. نعم سيادة الفريق، برأيكم ماذا تنتظر اتفاقية شنغال لترى النور؟ نعم، اتفاقية شنغال تم التوقع عليها من قبل وزارة الداخلية في الإقليم ووزارة الداخلية للحكومة الاتحادية، والتفاصيل حول هذه الاتفاقية وكيفية تطبيقها على الأرض كما قلت هي تمت ما بين الوزارتين. لم يكن هناك للوزارة البيشمركة دور رئيسي في هذه العملية، لأن الموضوع يخص مدينة، يعني أمن مدينة سنجار، ولأن ليس هناك وجود لقوات البيشمركة في سنجار، فإن الاتفاقية هي كانت أولا بإخراج القوات المختلفة الموجودة من سنجار، ومن بعدها تشكيل قوات شرطة من أهالي سنجار، وأيضا يعني تنظيم الوحدات الإدارية في المدينة. ولكن مع الأسف لحد الآن حسب ما نراه على الأرض لحد الآن هذه الاتفاقية لم تنفذ، يعني هي أي خطوة من خطواتها. وهذا مجالك البراد يبدو أني فقدت الصوت أيضا. الأمين العام لوزارة البيشمركة سيادة الفريق جبار ياور، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من السليمانية.